السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس ده هنشوف تصريف للبنس على أشكال الأقساط اللي قدامنا في الصور دي. هنشوف إزاي نقدر نصرفها على برنامج جربر. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 2021. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع أول قصة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. عندنا الصدر طبعا بوتوم في الموديل اللي احنا شفناه، فمن موديفاي هنعمل له ميرور. هنا الميرور معمول له فولد، فانا هعمل له فيو. هفتح الميرور عشان نقدر نرسم الخطوط بتاعتنا. هبتدي اجمع البنس اللي فوق، هجمعها على البنس اللي تحت من ادفانسد مانيبوليت كومباين ديفرنت لاين. هجمع البنسة دي، هو بيسألني هنا بيقول لي فين نقطة الروتيشن اللي هي نقطة الدوران، بحددها له هنا. بيقول لي الخط الثابت، بحدد له خط مثلا اللي تحت ده. وبيسألني على البنسة اللي أنا هضيف عليها مقدار البنسة اللي فوق، وأقول له أوكي. كده ضاف لي البنسة اللي فوق على اللي تحت، وعايز طول البنسة، فأنا هخليه نفس الطول اللي احنا عاملينه. ونفس الكلام هيبقى برضو الناحية التانية، بحدد له البنسة وأحدد له نقطة الدوران والخط الثابت، وبعدين أحدد له البنسة اللي احنا هنجمع عليها اللي فوق بالشكل ده، واقول له اوكي. وطول البنسة نفس الطول اللي موجود عندنا. ابتدي ارسم القصة اللي احنا شفناها في الموديل. كانت القصة جاية كده ورايحة للكتف. وبرضو من نقطة الابيكس لنص الصدر بالشكل ده. هبتدي اصرف البنس بقى اللي تحت دي على الخطوط بتاعتنا الجديدة. اول حاجة هنفتح الخط ده، تصرف البنسة دي على الخط ده من مانيبوليت. هنا لازم نعملها internal line، نحدد internal line، نحدد له البنسة ونحدد له نقطة الدوران على الانترنال لاين نفسه، وبعدين الخط الثابت واقول له اوكي. بالشكل ده هيفتح حالي على الخط اللي انا رسمته. هنيجي على الخط التاني، القصة التانية، نفس الكلام برضو، هنحدد له البنسة ونحدد نقطة الدوران بتاعت الابيكس على الخط الانترنال لاين الداخلي والهولد لاين، واقول له اوكي. كده فتح لي البنسة التانية، وبكده يبقى ادانا القصة اللي احنا عايزينها في الباترون. نمسح الخط ده، ملوش لازمة. زي ما انتوا شايفين كده فتح القصة دي والقصة دي وصرفنا فيهم البنس. لما نجمعهم هيدينا الشكل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيجي في القصة التانية، زي ما انتوا شايفين قصتين، قصة جاية من تحت من الويست وقصة جاية من الجيرو. هنصرف فيهم البنس من موديفاي هنفتح الصدر بالشكل ده، وهنبتدي نصرف نجمع البنسة البنس مع بعضيها. هناخد مثلا هناخد
اللي فوق دي هنجمعها على اللي تحت بالشكل ده، الخط الثابت والبنسة اللي هنجمع عليها، قوله اوكي كده جمعها لي على اللي تحت. ممكن نعمل كده في الناحية التانية، او ممكن نعكس البنس. احنا هنعكسها، نخلي نجمع اللي تحت على اللي فوق، نحدد نقطة الروتيشن ونحدد الهولد لاين والبنسة اللي هتجمع عليها اللي تحت بالشكل ده. نبتدي نرسم الخطوط بتاعتنا. من نقطة البنسة لجيرو الباط اللي هنا، ومن نقطة للوسط، نقطة البنسة برضو للوسط تحت بالشكل ده. نبتدي نصرف البنس على القصات بتاعتنا، من مينوبليت نحدد الانترنال لاين. طبعا هناخد البنسة دي نحدد نقطة هنا، لو جابلك حاجة زي كده مثلا في خطأ، فهو مش قادر ياخد مساحة لتفتيح البنسة، فاحنا هنعمل كومباين لبعض الخطوط اللي جنب بعضيها. يعني هنجرب ناخد ده مع الكتف بالشكل ده، نقول اوكي ونجرب مع بعض. البنسة نقطة الروتيشن على الانترنال لاين برضو ادينا نفس الرسالة، يبقى فيه برضو خط تاني عايزين نجمعه عليه. هنجيب الكومباين، ناخد الجيرو بتاع الرقبة، نقول له اوكي، نبتدي نصرف البنسة تاني. ان شاء الله هتقبل المرة دي. انا عايز الخط الثابت، نقول له هولد. كده اتصرفت البنسة الاولانية على القصة بتاعتنا، نبتدي نصرف البنسة التانية على القصة اللي تحت. نحدد البنسة والبيفوت اللي هو نقطة الإبكس، نبتدي نحدد له الخط الثابت. أوكي كده صرف لي البنستين في القصات اللي احنا عايزينها زي الصورة اللي متحددة. بالشكل ده هنعمل القصة اللي قدامنا دي، سهلة جدا. هنجيب كورساج الصدر أو الأمام، هنجمع الأول البنسة اللي فوق دي على البنسة اللي تحت، من كومباين طبعا زي ما انتوا عارفين، من بليت كومباين ديفرنت لاين. هنحدد البنسة اللي احنا عايزين ناخدها نلغيها، ونقطة الدوران، وبعدين الخط الثابت اللي هو هيبقى قدام ده، والبنسة بتاعتنا اللي احنا هنضيف عليها البنسة اللي فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه، هيبقى نفس الطول مثلا البنسة الأولانية على نفس نقطة الإبكس. وهنبتدي نرسم القصة بتاعتنا من نقطة الإبكس للصدر من قدام، ونبتدي نصرف البنسة في القصة دي من بوليت، بناخد دي روتيت اللي هي البنسة على الخط الانترنال الداخلي، نحدد له الخط الثابت اللي هو قدام، نقول له اوكي
هتتصرف البنسة بالشكل ده. يعتبر كده خلاص القصة اتعملت. طبعا هناخدها بطن من تحت من عند الوسط من قدام، هتبقى بطن القصة دي، لكن هتتجمع من فوق هنا. هتتجمع البنسة الأول وبعدين تتجمع قصة الصدر من فوق، هتدينا الشكل اللي قدامنا ده. هنا هنبتدي نعمل القصة دي، هناخدها من الكتف لغاية النص. هنجيب الكورساج بتاعنا، قصة الأمام والصدر، نحدد بس نقطة في منتصف الكتف لأن البنسة جاية من الكتف، فاحنا هننقلها في نص الكتف. ادفانسد مانيبوليت لأمر روتيت، بس هنخليها بوينت مش انترنال لاين. هنا هنحدد له القصة ونقطة الدوران والخط الثابت اللي هو قدام ده، والنقطة اللي احنا هنفتح عليها البنسة الجديدة، نقول له اوكي. ونفس الطول القديم بالشكل ده، يبقى احنا نقلنا كده بنسة البنسة من عند جيرو الرقبة للكتف. والبنسة دي هناخدها نخليها في منتصف الأمام، هنرسم الخط بتاعنا ونبتدي نصرف البنسة اللي تحت على الانترنال لاين طبعا اللي هو الخط الداخلي اللي احنا رسمناه. هناخد البنسة ونحدد البيفوت على الخط الداخلي، والخط الثابت بتاعنا نقول له اوكي. كده يعتبر القصة هنعملها بوتون، وتعتبر كده القصة خلصت. تعمل بوتون من الصدر من الأمام، بالشكل ده عملنا القصة بتاعتنا. هنطلع الفهنكينة اللي في الجنب، بالشكل ده، وقصة القصة اللي في النص. طبعا يستحسن أي حاجة ليها مدببة يعني كده، زي الحتت تتاخد بدوران بكيرف بسيط كده. كده يبقى عندنا القصة بتاعتنا كاملة. هنا هنعمل القصة دي سهلة جدا، هنيجي هنا نصرف نجمع قصدي البنسة اللي فوق دي، بنسة الكتف اللي فوق هنجمعها على اللي تحت بأمر كومباين ديفرنت لاين كالعادة. نحدد له البنسة ونحدد له نقطة الدوران للإبكس، ونحدد له الخط الثابت والبنسة اللي هيتجمع هيتضاف عليها قيمة البنسة اللي فوق، نقول له اوكي. وهنيجي هنا بقى هنقسم البنسة دي على 2 من أمر ديستريبيوت سيم لاين، لأنها على نفس على خط واحد. هنحدد له البنسة ونحدد له هنا النقطة اللي احنا هنحط البنسة، هنقسم البنسة التانية الجديدة عليها من هنا مثلا، نقول له اوكي. هي البنسة دي كانت 7 سنتي، فانا اقسمها اخليها 3.5، يبقوا الاتنين 3.5، واقول له اوكي. هتدينا نفس الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نوسع قيمة النقطتين الابكس دي شوية عشان يدينا نفس الشكل ده. هنختم ببنسة ببنس ب بالقصة دي تعتبر قصة برنسيس عادية جاية من الكتف، سهلة جدا.
نحدد بس البوينت منتصف الكتف اللي هنقل فيها البنسة، ونفس الكلام بالنسبة للظهر. عشان يبقوا الاتنين جايين يلتقوا مع بعض بالظبط، طبعا بوينت عشان احنا هنحدد على نقطة. باخد البنسة دي بنقلها على النقطة الجديدة، بفتحها في النقطة الجديدة هنا بالشكل ده على نفس الطول. في الظهر هنا هنرسم خط بقى يوصل بالكتف الأول، وطبعا لما نيجي بالشكل ده وهنيجي هنا بقى نبتدي نعمل تريس، أمر تريس عشان نفصل القصات من بعضيها. بالشكل ده طبعا دي سهلة وكلنا متعودين عليها وعارفينها، قصة البرنسيس يا إما من الكتف يا إما من جيرو الباط. يا ريت في الدرس ده أكون أفدتكم بمعلومة جديدة بالنسبة لتصريف البنس، لأوامر تصريف البنس. وكده يبقى احنا عندنا قصات البرنسيسة جاية من الكتف، بنفس الصورة اللي احنا اللي قدامنا دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.